بعد ما حكينا على الهيجل دايليتورز هحكي على اليوتراين اكيوريتس. بالنسبة لليوتراين اكيوريتس انا عندي اكثر من نوع من اليوتراين اكيوريت، في عندي اللوب يوتراين اكيوريتس، وعندي السبون يوتراين اكيوريتس، وعندي الفلاشينج، وعندي النوفاك والراندل. بالنسبة لللوب يوتراين اكيوريتس اي هاف 3 تايبس، عندي 3 انواع. النوع الاولاني اللي هو اللي على الشمال هيكون شارب اندد يوتراين اكيوريت، اللي في النص هو البلانت اند يوتراين اكيوريت، والثالث هو عندي الدبل اند يوتراين اكيوريت. اهميتهم انه ممكن استخدمهم لو انا عندي سوفت يوترس زي مين بريجنسي، لو انا عايز اعمل ابورشن. السؤال اللي بيجي، اول سؤال بيجي identify this instrument، هقول له هو عبارة عن sharp ended loop uterine curette. ليش؟ لانه النهاية بتاعته هتلاقيها sharp، ممكن تحسها باصابعك هتلاقي انها النهاية بتاعته sharp. التاني ممكن يقول لي identify this instrument، هقول له ان هو عبارة عن blunt ended loop curette، هلاقي النهاية بتاعته blunt. double ended هلاقي انه في نهاية sharp وفي نهاية blunt. السبون كيوريت نوع من انواع اليوتراين كيوريت، والراندل بلاقي انه النهايه بتاعته فاتحه، وهذا اللي بيميز لي اياه عن النوفاك اكيوريت. مميزه الراندل والنوفاك انه انا ممكن استخدمهم without anesthesia، وتاني حاجه ممكن استخدمهم without cervical dilator، وهذا بيعطيني ميزه انه عشان طبعا الدايمتر بتاعهم صغير، فهذا بيعطيني ميزة انه ممكن استخدمهم عشان اخد بايوبسي بريمنسترول. بالنسبة للفلاشنج كيوريت، من اسمه فلاشنج فاذا هو بيعمل واشنج، فانت ممكن بعد ما انت عملت كومبليت ايفاكويشن للكومبليت ابورشن، ممكن انا استخدم الفلاشنج كيوريت عشان يعمل واشنج، او ممكن استخدم عشان يعمل واشنج لو في بوست ابورتيف بليدنج. فلو قال لي ايدنتيفاي ذس انسوم هقول له ايش فلاشنج يوتراين اكيوريت. السؤال اللي بعد بالايدنتيفاي بيجي يقول لك indications، امتى استخدم اليوتراين اكيوريت؟ هقول له اول حاجه تو دايجنوز، عشان اشخص، عشان اشخص من خلال ان انا باخد بايوبسي. البايوبسي هذه اللي باخدها من الاندوميتريال ممكن تبين لي سبب البليدنج، هل هو ديسفانكشن يوتراين بليدنج، هل هو بوست منسترال بليدنج، هل في اتروفي في الاندوميتريوم، او هل في اللي هو امينوريا سببها لو في مثلا مايكوبكتيريا تيوبركولوسيس، او مثلا في شيستوزومييسيس. فممكن كل هذه توضح من خلال البيوبسي اللي انا باخدها للاندوميتريوم. فهنا ممكن يجي سؤال يقول لك وات ار ذا اندوميتريال باترنز اللي ممكن اخدها من خلال البيوبسي. ممكن اول الطبيعي انه في انا عندي المنسترال سايكل في تو فيز، اللي هو الفوليكولار فيز واللوتيال فيز. الفوليكولار فيز هو البروليفراتيف سيف فيز، وبكون سببه الاستروجين. فانا ممكن اكون اخذتها في مرحله الفوليكولار فيس، فانا الاقي عندي بروليفراتيف فيس اندر ذا مايكروسكوب، تحت الميكروسكوب الاقي البروليفراتيف فيس، او ممكن الاقي السكريتوري فيس لو انا في اللوتيال فيس اللي هو بيكون سببها البروجستيرون، او ممكن في عندي هايبرتروفي في مين في الاندوميتريال، وهذا طبعا هو بري كانسرس ليجن، ان هلاقي انه في ثيكنينج في مين في الاندوميتريال. ممكن يبين لي لو في ادينوكارسينوما في الاندوميتريا، ممكن توضح من خلال البيوبسي واندر مايكروسكوب، او مثلا لو في عندي الريجولار رايبنينج او الريجولار شيدنج تمام في الاندوميتريا. ايش هو الريجولار رايبنينج؟ انه انا بكون عندي الكوربس لوتيوم انسفيشنت، وبالتالي كمية البروجستيرون اللي بتفرز مش كتيرة. طب ايش وظيفة البروجستيرون؟ انه بيعمل سبورت للاندوميتريوم. طب لما انا يكون عندي نقص في البروجستيرون ما فيش سبورت للاندوميتريوم، هيحصل الشيدنج ايرلي، فبتلاقي هتلاقي انه في ايرلي سبوتنج بليدنج قبل مين؟ قبل المنسترويشن. عكسه مين؟ عكسه الريجولار شيدنج. الريجولار شيدنج انه انا بكون عندي بريزيستنت كوربس لوتيوم، لما يكون عندي بريزيستنت كوربس لوتيوم هتكون كميه البروجستيرون اكتر، وبالتالي السبورت للميوكوزا اكتر، الشيدنج هيحصل متاخر، وبالتالي هتلاقي انه في سبوتنج اوف بلاد بعد مين؟ بعد اللي هو المنسترويشن. ممكن السؤال استخدم اليوتراين كيوريت لو انا عايز اعمل تريتمنت، طب اعالج ايش؟ لو في مثلا ميست اي او دي ممكن استخدم اليوتراين كيوريت،
لو في مثلا اندوميتريال بولد ممكن اعمل لها ريموفال باليوتيراين اكيوريت. في الاوبستاتريك ممكن استخدمها لو انا عايز اعمل ريموف للكونسبشن برودكت اوف ابورشن يعني، لو لكن ما ينفعش ان استخدمها لو في حالة سيبتك ابورشن، ممنوع استخدم اليوتيراين اكيوريت. ليش؟ لانه هيزود لي الريسك اوف انفكشن. تاني حاجة ممنوع استخدمه في الثريتند ابورشن، لانه انا عندي 50% 50% انه ممكن هذا الفيتس يكمل حياته ويعيش. تاني حاجة انه انا ممكن استخدمها في الفيزيكولار مول، لكن مش هو الاساس في الفيزيكولار مول. الاساس في الفيزيكولار مول ان استخدم جهاز المانيوال فاكوم اسبيريشن اللي هتحدث عنه لاحقا، لكن ممكن استخدمه بعد المانيوال فاكوم اسبيريشن عشان اكحت الميكوزا واتاكد انه ما فيش اي ريمننت من اللي هو الكونسبشن برودكت. في اليوتيراين كريتس ممنوع ان استخدمهم في حالة مين قلنا البريجنسي، او لو في حالة اللي هو مين انفكشن. بعد كده ممكن يقول لي ايش what are the complications of uterine aculcate. بالنسبة للكومبليكيشن لازم ما انساش حاجتين. الحاجة الاولى انه ممكن وانا بكحت اقوم كاحت البيزل لاير بتاعت الاندوميتريوم، وبالتالي اللي هي اللي بتعمل ريجنريشن، فمش هيحصل ريجنريشن للاندوميتريوم، وهذا بيؤدي لي الى بيرمننت امينوريا، انه ما فيش خلاص ما فيش دم هينزل خالص كانه ما فيش بريود. ليش؟ لانه اللاير اللي بتعمل ريجينريشن انا كحتها وشلتها معي. تاني حاجه لازم ما انساهاش هي الاشرمان سندروم. الاشرمان سندروم هي عباره عن سكار تيشو في اليوتيراين كافيتي due to repeat mean dilatation and curettage، لكن ممكن تحصل بسبب chronic infection زي مثلا تي بي او البلهارسيسز. ابرز السيمبتومز اللي ممكن تكون موجوده ممكن تعمل لي هايبومينوريا، كميه الدم اللي بتنزل قليله، او ممكن تعمل لي اللي هو repeated miscarriage and repeated abortion. ليش؟ لانه مش هيلاقي مكان يعمل الامبريو في implantation، ولو عمل امبلانتيشن ممكن ايه ما يكملش بسبب السكار تيشو الموجودة، وهذا من ابرز الاسباب ممكن تعمل لي ايش انفرتيليتي. بشخصها من خلال الهيستروسالبنجيوجرام، انه انا الهيستروسالبنجيوجرام لما احقن الداي هتشوف لي البتنس بتاعت اللي هو اليوتراين كافيتي واليوتيوبس، فانا هلاحظ انه في ادهيجنز في مين في اليوتراين كافيتي، فممكن اشخص فيها الاشرمان سندروم. العلاج انه لازم ادخل من خلال اللي هو هيستروسكوب واقوم عامل لايسز للادهيجنز الموجودة في اليوتيراين كافيتي. بعد كده هنحكي على نوع اللي هو البيوبسي اللي انا ممكن اخدها من خلال اليوتيراين اكيوريت. نوع البيوبسي اللي باخدها هي عبارة عن فراكشنال بيوبسي. كلمة فراكشنال بيوبسي يعني انه انا باخد اكتر من بيوبسي، ثلاثة، باخد واحدة من الاندوسيرفكس وواحدة من اللو كوربوريال يعني من الرحم من الرحم من تحت، وواحدة هاي كوربوريال من الرحم من فوق. طبعا ليش باخد 3 بايوبسيز؟ لانه انا اصلا باخد العينة بلايند، يعني ما فيش حاجة توضح لي انا باخد من وين، لا، فهي العينة بلايند. وهذا بما انه اليوتراين كوريت النوع بتاعها فراكشنال بايوبسي، فإذا ممكن يجيني سؤال what are the biopsies that taken from the endometrial، فأنا هقول إنه أنا عندي 3 أنواع من البيوبسيز. في نوع الأولاني اللي هو الأوفيس بيوبسي، طبعا هذا الأوفيس بيوبسي ممكن يتعمل في الأوت بيشنت كلينيك بدون أنستيزيا، إنه أنا باخد العينة بلايند، بجيب بيبل أو فيبرا وآخد العينة اللي أنا عايزها. النوع الثاني اللي هو الدي إن سي دايلاتيشن كروتاج اللي هو بيعمل فراكشنال بيوبسي. النوع الثالث وهو اللي هو الموست اكوريت، انه انا ممكن استخدمه عن طريق الهيستروسكوب جايدد بايوبسي، ان انا ادخل بمنظار واخد العينه اللي انا عايزها اللي انا شايف شاكك او شايف فيها ليجن، فهو الموست اكوريت بايوبسي. بالنسبه لموعد البايوبسي انه انا بستخدمها خلال البليدنج. طب ليش بستخدمها خلال البليدنج؟ اول حاجه عشان اشخص سبب البليدنج، وتاني حاجه انها بتساعدني في اني اوقف النزيف، بتساعدني اني اوقف النزيف. بعد اليوتراين اكيوريت هتحدث عن الاله اللي بعدها اللي هي المانيوال فاكيوم اسبيريشن. اول سؤال هيقول لي ايدنتيفاي ذيس انسترومنت، هقول له
it's a manual vacuum aspiration with canula. الكانيولا بتاعته اسمها كارمن كانيولا، اسمها كارمن كانيولا. بعد كده ممكن يجيني سؤال يقول لي indications of manual vacuum aspiration. لما يجي لي سؤال يقول لي indications of manual vacuum aspiration، هقول له انه ممكن استخدمها في حالات الابورشن وحالات الفيزيكولار مول. تمام، في حالات الابورشن انه بستخدمها within 14 days of missed period، يعني خلال 14 يوم لو الست فقدت الدورة بتاعتها خلال within 14 يوم، انا ممكن هنا استخدم المانيوال فاكيوم اسبيريشن في حالات الابورشن. طبعا ممكن استخدمه بدون انستيزيا، مش محتاج تخدير. وليش؟ لانه تاني حاجه انه بستخدم، مش محتاج استخدم سيرفايكال دايليتور، لانه الكانيولا بتدخل بشكل طبيعي جدا، يعني بدون، مش محتاج ان استخدم دايليتور عشان ادخل الكانيولا. بالنسبه لحالات الفيزيكولار مول، انه انا ممكن بستخدم المانيوال فاكوم اسبيريشن، طبعا هو الاساس في الفيزيكولار مول، لكن في شروط. الشرط الاولاني انه لازم يكون الترا ساوند جايدد، يعني ايش؟ لازم استخدم الالترا ساوند عشان اتاكد اني ما تركتش اي فيزيكلز وعملت ايفاكيويشن لكل الفيزيكلز الموجوده. تاني حاجه انه لازم استخدم ايكوبوليكس زي الاوكسيتوسين. الاوكسيتوسين بيساعدني اول حاجه في الانفوليوشن، بيزود لي الانفوليوشن، انه بيعمل اليوتراين كونتراكشن، فبيساعد انه يتخلص من مين؟ من الفيزيكلز. وتاني حاجه انه بيقلل لي البليدنج معي. تالت حاجه انه انا لازم استخدم اللي هو الانتيبيوتكس، طبعا استخدم الانتيبيوتكس عشان اقلل الريسك اوف انفكشن. بعد كده ممكن يقول لي what are the principle اللي بيعتمد عليه المانيوال فاكوم اسبيريشن. طبعا المانيوال فاكوم اسبيريشن زي السرنج بيعتمد على النيجاتيف ساكشن بريشر. طبعا الساعه بتاعته حوالي 50 مللي. تمام، السؤال اللي بعده ممكن يقول لي what are the advantages of manual vacuum aspiration. اول حاجه انه سهل وسريع وامن، مش محتاج تخدير، not need anesthesia، وضان في الاوت بيشنت كلينيك، يعني ممكن اعمله في عادي في العيادات. والكومبليكيشن بتاعته اقل من الدايلاتيشن اند كوريتاج لو انا هشيل الكونسبشن برودكت، فهو less infected less bleeding وless perforation. فممكن يقول لي what are the advantages over mean اللي هو manual vacuum aspiration over dilatation and curettage to remove اللي هو ال product of conception. فانا هقول له انه less complication less infection less bleeding and less perforation. وهذا بقودني لسؤال what are the methods of surgical evacuation of conception of a product of abortion، يعني كيف ممكن اشيل ال product of conception في حالة ابورشن. هقسم له اياها لقسمين، في الفيرست تريمستر في ميثودز، وفي السكند تريمستر في ميثودز. في الفيرست تريمستر قلنا ممكن نستخدم المانيوال فاكوم اسبيريشن، قلنا انه within ايش 14 days من الميست بيريود، او ممكن استخدم السكشن ايفاكيويشن اند كوريتاج، يعني انه انا استخدم المانيوال فاكوم اسبيريشن في الاول وبعد كده اجيب الكوريتاج واعمل كحت لمين؟ للاندوميتريال. او ممكن استخدم دايلاتيشن اند كوريتاج من البدايه، طبعا هذا لازم يكون اندر انستيزيا. بالنسبه للسكند تريمستر، انه انا ممكن استخدم الدايلاتيشن اند كوريتاج تيل 14 ويكس. طبعا السكند تريمستر بيبدا بعد الاسبوع ال 13، فانا عندي اسبوع واحد انه ممكن استخدم فيه الدايلاتيشن اند كوريتاج اللي هو الاسبوع ال 14. لكن بعد كده ممكن استخدم مين؟ الهيستروتومي، بتتعمل زي القيصريه، كاني بفتح قيصريه وبشيل البرودكت اوف كونسبشن. ممكن استخدم اعمل هيستريكتومي لو في اللي هو سيفير بليدنج وانا مش قادر اسيطر عليه، او لو في اللي هو يوتراين اللي هو يوترس بيرفوريشن، فانا مش قادر اتحكم في البليدنج اللي حصل، فهنا ممكن الجأ الى ان اعمل هيستريكتومي، اشيل اليوترس واشيل البرودكتس اوف كونسبشن مع. ممكن يقول لي السؤال الاخير، يقول لي what are the complication of this instrument. انا هقول له انه بيعمل بليدنج، وممكن يعمل لي لاسريشن في السيرفكس، وممكن انه انا عملت evacuation للconception product لكن incomplete، فانا عملت incomplete evacuation للconcept للproduct of
conception. طب امتى اوقف المانيوال فاكيوم اسبيريشن؟ يعني افضل اعمل نيجاتيف ساكشن بريشر لحد امتى؟ فهذا بقولني للسؤال اللي يقول لي what are the signs that indicate the uterus is empty، يعني امتى اوقف المانيوال فاكيوم اسبيريشن. اول حاجه لو انا بعمل نيجاتيف ساكشن لقيت انه بيطلع عندي بينك او ريد فوم، يعني رغوه حمراء او بينك بدون اي تشو معايا في الكانيولا، فانا هنا خلاص بتاكد انه انا ما دام فيش تشو وفي فوم يبقى انا خلصت كده ايش الايفاكيويشن. او لو انا بدخل بالكانيولا وهي بتحتك مع الاندوميتريوم لقيتها انها بتعمل لي جريتي سنسيشن، بحس بجريتي سنسيشن، فبتاكد انه انا كده ما فيش برودكتس اوف كونسبشن معي وان انا بحتاج بالايفاكيويتد يوترس. تالت حاجه اللي هي الكونتراكشن اوف يوترس، كونتراكشن بتاكد لي انه انا خلاص كده الايش المانيوال خلصت اللي هو الايفاكيويشن، سواء حصل الكونتراكشن على الكانيولا الكارمن كانيولا او لو البيشنت بدا يحس بكرامبنج بين، فبتاكد انه الرحم بدا ينقبض، وبدام بدا ينقبض يبقى خلصنا ايفاكيويشن. الاله اللي بعدها هي عباره عن الاوفن فورسبس. طبعا الاوفن فورسبس بلاحظ انه ملهاش لوك تحت، ملهاش قفله، والتب بتاعتها نون فينستريتد مش مخرمه، والمعلقه عامله زي المعلقه شكل المعلقه. بستخدمها لو انا عايز اشيل اعمل ايفاكيويشن للبرودكت اوف كونسبشن في اللي هو في الابورشن او في الفيزيكولار مول. لكن نفس الكلام حكينا عن اليوتراين كريت انه ما ينفعش استخدمها لو في حاله مين سيبتك ابورشن، لان هتزود لي الريسك اوف انفكشن. بعد الاوفن فورسبس عندي الرينج فورسبس. الرينج فورسبس زي ما بلاحظ من تحت انه الها لوك، ومن فوق هلاقيها انها فينستريتد وعامله راوندد شيب. تمام، راوندد شيب. بالنسبه للسيريشنز بتاعتها هتكون اسمه لايت سيريشن او سموث او لايت سيريشن، وبالتالي لو انت قفلتها على ايدك ممكن تقفل على ايدك بدون مشاكل. لازم ادخل الرينج فورسبس في مقارنه مع مين؟ مع السبونج فورسبس، لان السبونج فورسبس تحت له لوك والجو بتاعه في سيريشن. السيريشن هنا كورس سيريشن، فبالتالي لو انت حاولت تقفل على ايدك هتلاقيها انها مش راضيه تقفل. تاني حاجه الفينستريشن، الدايره اللي هذه هتلاقيها elongated، ما هي مش rounded زي مين؟ زي الرينج فورسبس. بالنسبه للانديكيشن بتاعت الرينج والسبونج فورسبس واحده، انه انا بستخدمهم عشان اعمل امسك اللي هو السوفت سيرفكس، اللي هو جراسب السوفت سيرفكس، سواء في مثلا في البريجنانسي لو انا هعمل ايفاكيويشن او برودكت اوف كونسبشن في حالات الابورشن. فانا هنا ممكن استخدم السبونج فورسبس او الرينج فورسب حتى امسك مين اللبس بتاعت مين السيرفكس. ممكن كذلك يمسك السيرفكس بعد الولاده، ان انا امسك اللبس اوف سيرفكس بعد افتر ديليفري. ليش؟ عشان اتاكد انه ما فيش اي سيرفايكال لاسريشن حصلت معي. ثالث حاجه انه ممكن استخدم في امسك فيه واشيل اللي هو السيرفايكال بوليب، انه انا بمسك السيرفايكال بوليب وبقوم عامل تويستنج الفها وبعدين اقوم عامل لها ريموفال. بعد اللي هو السبونج والرينج فورسبس هتكلم عن الفولسيلم فورسبس. بالنسبه للفولسيلم فورسبس اول سؤال ممكن يقول لي عنه ايدنتيفاي ذس انسوم، هقول له فولسيلم، لكن لازم اقول له النوع. النوع بيعتمد على عدد السنان الموجوده في النهايه بتاعته. فمثلا في الصوره هلاحظ انه في عندي مالتي توث من الفولسيلم فورسبس، ممكن يكون عندي سنجل توث فولسيلم فورسبس او دبل توث فولسيلم فورسبس. طبعا الفكره انه السنجل توث مور تروماتيك ذان من المالتي توث، انه في اللي هو في اللاسريشن والبليدنج السنجل توث بيكون اكتر. بعد كده انه انا ممكن استخدم الفولسيلم فورس بدون انستيزيا، لكن ما ينفعش استخدمها في اي سوفت يوترس. ليش؟ لانه هيزود لي كميه، هيعمل لي لاسريشن جامده ويعمل لي بليدنج جامد، فبالتالي انا بستخدمها امسك السيرفكس، لكن في حالات ايش اللي هو لو السيرفكس از فيرم نوت بريجننت وومن. تمام، في النون بريجننت وومن
فانا ممكن استخدمها مثلا زي في حالات مين الدي ان سي، لو انا بعمل دي ان سي بس مش عشان اعمل ايفاكويشن للبرودكتيف كونسبشن، لو انا عايز اخد بايوبسي من الاندوميتريا، او لو انا عايز اعمل اي يو دي ابلكيشن. طبعا احنا في الحاله لازم نجيب الكاسكو في نجيب الكاسكو في الاي يو دي، ادخل الكاسكو واعمل فيو، بعد كده امسك بالفولسيلم فورسبس امسك السيرفكس، وبعد كده اعمل ابلكيشن للاي يو دي، او في الهيستروسالبنجوجرام انه انا برضو بستخدم الكاسكو في الاول، وبعد ما استخدم الكاسكو اقوم ماسك بالفولسيلم فورسبس، وبعد كده اقوم حاجن الصبغه داخل مين داخل السيرفكس. ممكن استخدمه في لو عايز اعمل ريبير للبرولابس، او ممكن لو اشوف اليوترينيوم موبيليتي والديجري اوف يوترين ديسنت باي فولسيلم فورسبس. بالنسبه للكومبليكيشن اوف ذس انسترومنت، قلنا انه ممكن يعمل لي لاسيريشن، ممكن يعمل لي بليدنج، وممكن يعمل لي انفكشن. الفولسيلم فورسبس ممنوع استخدمه في حالات الانفكشن لانه هيزود لي الريسك اوف انفكشن، ممنوع استخدمه في البريجنسي لانه البريجنسي هاز سوفت يوترس، والسوفت يوترس هيزود لي كمية اللاسيريشن وكمية البليدنج. بعد الفولسيلم فورسبس هتكلم عن اللي هو التيوبال انسفليشن كانيولا. بالنسبة للتيوبال انسفليشن كانيولا انا بستخدمها في التيوبال بتنسي تيست، وهذا بقودني لسؤال يقول لي what are the tubal potency tests. اول حاجة عندي بستخدمها في الهيستروسالبنجوجرام، تاني حاجة بستخدمها في السونو هيستروسالبنجوجراف، وتالت حاجة بستخدمها في الروبن تيست او التيوبال انسفليشن، ورابع حاجة ممكن استخدمها في اللابروسكوب. اذا هذه هي الانديكيشنز، وهي نفسها التيوبال بتنسي تيست اللي انا ممكن استخدمها. بالنسبة لأنواع التيوبال انسفليشن كانيولا عشان تقول identify this instrument، هيقول انه انا في عنده نوعين. النوع الاولاني اللي هو موجود في الصورة هو الاوليف، لانه النهاية بتاعته عاملة زي الاوليف، والنوع الثاني اللي هو السكرو لانه النهاية بتاعته عاملة زي مين زي السكرو. بعد ما حكينا التايبس بتاعته هنحكي على الهيستروسالبنجوجرا، على كل تيوبال تيست بتنسي تيست، لانه ممكن يجي سؤال في الامتحان عنهم، واهم سؤال ممكن يجي على اللي هو مين الهيستروسالبنجوجرا. اول حاجه ممكن يقول لك what are the what is the principle of histrosalpingograph، هقول له انه انا بحقن داي about 10 ملي 10 ملي داخل مين السيرفكس، وبعد ما احقن الداي بروح اتبعها اني اعمل اكس راي حتى اشوف البتنسي ان وي الليكج اوف داي لمين للبروتونيال كافيتي. طبعا انت بتحقن الداي في اليوترس هتروح للتيوبس، ومن خلال الاوستيا الموجوده في التيوبس هتروح لمين للبروتونيال كافيتي. طيب ايش انواع الداي اللي انا ممكن استخدمها؟ في عندي نوعين من الداي ممكن استخدمها. النوع الاولاني اللي هو الووتر سولوبل اللي هو اسمه اليوروغرافين، وفي النوع الثاني اللي بدول. طيب انا ما بفضلش اللي بدول، ليش؟ لانه ممكن يعمل لي فات امبوليزم فانا ما بفضلش استخدمه، او ممكن يكون عمل لي جرانيولوما فانا ما بفضلش استخدم اللي هو اللي بدول. بعد كده بقول امتى اعمل الهيستروسالبنجوجراف. طبعا بعمل الهيستروسالبنجوجراف 2 to 5 days after menstrual flow، يعني من يومين لخمس ايام بعد المنستريشن. طب ليش انا بستخدمه من يومين لخمس ايام بعد المنستريشن؟ اول حاجة لو انا استخدمته بعد المنستريشن هتأكد انه مفيش حمل، تاني حاجة انه هتأكد انه انا مش هعمل لما اعمل بالبرشر ان احقن الصبغة انه انا مش هعمل اندومتريوسيس، ان انقل جزء من بطانة الرحم اللي هو الاندومتريوم ادخلها داخل البلفس او داخل التيوبس، فانا هنا بضمن اني مش هعمل اندومتريوسيس. وهتجنب موضوع الامبوليزم انه انا اعمل ايش اير امبوليزم او فات اير امبوليزم او فات امبوليزم من خلال اللي هو اللي بدول. كذلك انه انا ممكن اتجنب اللي هو النيجاتيف فولس ريزولت، الفولس نيجاتيف ريزولت. ليش؟ لانه لو انا الاوستيا الاوستيا هذه التيوب الاوستيا ممكن تكون عاملها اوبستراكشن بالاندوميتريوم قبل المنستريشن، يعني بسبب انه الاندوميتريوم شويه ثيك
قبل المنستريشن، فهذه ممكن تكون عامله شويه اوبستراكشن على مين؟ على التيوب الاوستيا، وبالتالي لو ما احقن الصبغه، الصبغه مش هتعمل ليكيج كويس، فانا بتاكد انه ما فيش اندوميتريوم بعد المنستريشن، وبالتالي الصبغه هتتوزع بشكل وتعمل ليكيج بشكل كويس كتير. بالنسبة اللي هو الاكس راي، طبعا انا بعمل 2 فيلم من الاكس راي، واحد مباشرة اول ما احقن الصبغة، والتاني بعمله بعد 15 دقيقة او بعد يوم، عشان اشوف اللي هو الليكج بتاعي. الليكج بتاعي لو انا مثلا في بلفيك ادهيجن او بيريتيوبال ادهيجن، ممكن اشوفها بالسكند او الديليد فيلم. طيب ايش الانديكيشنز اللي انا بستخدمها؟ ممكن استخدم فيها التيوبال انسفليشن كاني او الهيستروسالبنجوجرام. طبعا بالنسبه لها الانديكيشن ان انا ممكن استخدمها في تشخيص اي كونجينيتال انوميليز سواء موجوده في اليوتراس، ممكن اشوف لو فيها اشرمان سندروم ممكن استخدم الهيستروسالبنجوجرام، ولو في ريتروفيرتد يوتراس هيبين برضو بالهيستروسالبنجوجرام زي اليوتراين ساوند برضو كنا استخدمناه لو اتاكد انه في ريتروفيرتد يوترس ولا لا. لو في ميست اي او دي ممكن يبين من خلال الهيستروسالبنجوجرام. طيب في التيوب لو في اوبستراكشن في التيوب، لو في دايلاتيشن في التيوب، لو في ستينوسيس في التيوب، كل هذا ممكن يبين من خلال الهيستروسالبنجوجرام. طب ممكن استخدم الهيستروسالبنجوجرام في العلاج؟ قالك اه ممكن استخدمه في العلاج. كيف ممكن اعالج فيه؟ قالك لو في مثلا ثيك ميوكاس، ممكن ايش هذا الثيك ميوكاس في التيوب ممكن يتحرر معي بمين؟ بالبرشر، البرشر بتاع الضاي، يعني وانا بحقن الضاي عملت برشر، فهذا البرشر ممكن يحرر لي الثيك ميوكاس الموجود. لو في ثين ادهيجن برضو من خلال البرشر افكت، هذا ممكن ايش يقطع هذه مين بريك داون لهذه اللي هو الادهيجنز. كذلك انه ممكن لو في فيمبريال ستينوسيس ممكن يتغلب على هذا الفيمبريال ستينوسيس، او لو في شوية ترشوسيتي وكينكينج في التيوب ممكن ايش يسلك لي اياها. ممنوع استخدم الهيستوسالبنجوجرام لو في حمل لانه هيؤدي للابورشن. ممنوع استخدمه لو في حالة بليدنج سواء abnormal uterine bleeding او menses، احنا قلنا بنعمله بعد مين؟ بعد المنسترويشن، وقلنا السبب الرئيسي عشان امنع الاندوميتريوسيس وامنع ريسك اوف انفكشن وعشان امنع البوليب الامبوليزم اسف. طيب ممنوع استخدمه لو في حالة انفكشن، وممكن لو عندي حساسية للداي. تمام حساسية للداي ممنوع استخدم اللي هو الهيستروسالبنجوجرام. وهذا بقودني للكومبليكيشن، فانا هقول الكومبليكيشن اوف ذا داي في الاول، اللي هو ممكن تعمل لي حساسيه، وقلنا اللي بدول ممكن تعمل لي فات امبوليزم او جرانيولوما. تاني حاجه لو احنا نحكي الكومبليكيشنز الريليتد لامين للمنسترال سايكل، انها ممكن تعمل لي انفكشن، ممكن تعمل لي اندومتريوسيس، ممكن تعمل لي امبوليزم، ممكن تعمل لي لو في اوبستراكشن في التيوب ممكن تعمل لي رابشر في مين في التيوب، او ممكن لو في اليوترس ممكن تعمل لي بيرفوريشن اوف ذا يوترس. هذه ابرز الكومبليكيشن بتاعت التيوبال انسفليشن كانيولا اللي بستخدم اللي هو الهيستروسالبنجوجرام. فالهيستروسالبنجوجرام بالنسبه للكونترا انديكيشنز والكومبليكيشنز هي نفسها تاعت مين؟ بتاعت الهيستروسالبنجوجرام. كده بكون حكيت سؤال الكونترا انديكيشنز بتاعتهم. تاني تيوبال بتنسي تيست هو اللي هو سونو هيستروسالبنجوجراف. بالنسبة بدل ما احقن داي، انا هنا هحقن سلاين واشوف السلاين هذا انه بروح لمين، ليكج لمين؟ للبروتونيال كافيتي. وهو بروح للبروتونيال كافيتي بتجمع برضو في الدوغلاس باوتش، فبما انه اتجمع في الدوغلاس باوتش فانا ممكن استخدم ترانس فيجينال الترا ساوند واشوف كمية الفلويدز الموجودة. فلو انا شفت الفلويدز موجودة في الدوغلاس باوتش هتأكد انه ايش انه بيتنت تيوب، انه في بيتنت تيوب. في تيست قديم كانوا يستخدموه اللي هو الروبين تيست او التيوبال انسفليشن تيست، انه انا بدل ما احقن الداي او احقن سلاين هحقن هنا سي او 2. تمام فبعد ما احقن السي او 2 هذا السي او 2 المفروض يعمل ليكج لمين؟ للبروتونيال كافيتي. طب كيف اتاكد انه في بيتنسي؟ اول حاجه انه لما البرشر هلاقيه بالمانومتري هيقل في مين؟ في اليوتراين كافيتي. ليش؟ انه انا بحقن برشر CO2، CO2 هيعمل لي برشر في الداخل مين؟ داخل اليوتراين كافيتي. ف
فبالتالي لو بدا يقل بريشر بالمانومتر بتاكد انه بدا يحصل ليكج لمين؟ للسي او 2 للبرتونيال كافيتي. تاني حاجه انه لما يروح لليوتراين كافيتي هيبدا يعمل لي بابلينج ساوندز، هسمع بابلينج ساوندز فهتاكد انه الهواء اللي هو السي او 2 بدا يتهرب لمين؟ للبرتونيال كافيتي. تالت حاجة انه ممكن هذا الهواء يروح يتجمع تحت الدافراج، فلو انا عملت له اكس راي هتلاقي اير اندر دافراج، هذا الهواء برضو ممكن يعمل اريتيشن للفرينك نيرف، فبالتالي يعمل لي وجع رديات لمين؟ للشولدر، بين رديات للشولدر. بالنسبة للكومبليكيشن انه بما انه هواء فهو انه ممكن يعمل لي اير امبوليزم، ومش هينفع استخدم، مشكلته انه مش هيقدر يحدد لي مكان الاوبستراكشن او السايد اوف اوبستراكشن. اخر تيست في التيوبال بتنسي تيست هو اللابروسكوب، طبعا هنا انه انا بحقن ميثيلين بلو داخل السيرفكس، وبقوم داخل بمصغر من البطن انه اشوف الليكج اوف ذا مين اوف ذا ميثيلين بلو. ميزتها ان هي ممكن تشخص وتعالج، تشخص لي لو في هيدروسالبنكس مثلا، او لو في ادهيجن في التيوب، او لو في اندومتريوسيس، وبتعالج انه ممكن اعالج هذه الادهيجنز الموجوده على طول، او لو باي ادهينولايسز، او لو في اندومتريوسيس ممكن اعالج الاندومتريوسيس. فانا بحقن الداي من تحت وبشوف المشكله وبعالجها فورا من خلال اللابروسكوب اللي هو المنظار اللي دخلت فيه في البطن. هذا بالنسبة للتيوبال انسفليشن كانيولا. بعد التيوبال انسفليشن كانيولا هذا طبعا هو الهسترو سالبينجيو جراف، طبعا جرام طبعا بوضح لي اللي هو اليوترس اتحقن بالصبغة والتيوبس، راح الصبغة راحت للتيوبس والأوفري، وبعد كده توزع وراح لمين؟ للبروتينيال كافيتي. فلو في اي ابنورماليتيز في اليوترس او التيوبس هتكون موضحة من خلال الهسترو سالبنجوجراف. بعد ما حكينا عنها هنحكي على اللي هو الارياز سباتولا والاندو سيرفايكال ابراش. هيجي يقول لي اول سؤال معروف identify this instrument، هقول له its areas اللي لها نهايتين هي الارياز سباتولا واللي لها نهاية واحدة هي الاندو سيرفايكال ابراش. طبعا وظيفتها انه انا ممكن استخدمها في تشخيص السي اي ان. ايش السي اي ان؟ هو عباره عن سيرفكس انترا ابيثيليال نيوبليجيا، سيرفايكال انترا ابيثيليال نيوبليجيا. طبعا ممكن استخدمها ان انا اخد سامبل منها واشوف السيتولوجي بتاعها، كذلك ممكن استخدمها في السكريننج تيست بتاع مين؟ بتاع السكريننج تيست بتاع السي اي ان، او ممكن استخدمها لو انا عايز اعمل باب سمير، لو انا عايز اعمل باب سمير ممكن استخدمها، وهي عباره عن الموست امبورتنت سكريننج ميثود لمين؟ للسي اي ان. لكن يجي ما دام حكينا على الباب سمير يبقى ايه، ممكن يجيك سؤال يقول لك البري ريكويست اوف مين باب سمير. اول حاجه انه لازم قبل اسبوع من قبل اسبوع من الباب سمير ما استخدمش اي ميديكيشن، نو فاجينال ميديكيشن 7 days before smear. تاني حاجة انه no vaginal douche for 48 hours before smear، يعني قبل يومين ممنوع اي vaginal douche. طب وقبل يوم؟ قبل يوم ممنوع الانتركورس. وتالت اخر حاجة انه الفيميل ما تكونش في البيريود بتاعتها، لازم ما تكونش في البيريود بتاعتها. كيف بستخدمها؟ انه انا بخلي البيشنت قاعدة على ظهرها لمدة 10 دقايق، وبعد كده ببدأ اخد سامبلز. السامبل اول حاجة الاندو سيرفايكال براش باخد سامبل من مين؟ من الاندو سيرفكس، يعني الاندو سيرفكس بقدر اخد الاندو سيرفكس بقدر اخد عينة من خلال الاندو سيرفايكال براش. طيب الاكتو سيرفكس ممكن استخدم ان السيرفايكال اند بتاعت مين؟ الارياس سباتولا. بقوم جايب النهاية بتاعت الارياس سباتولا ولافف 360 درجة، لافف 360 درجة واقوم ماخد عينة من مين؟ من الاكتو سيرفكس. طب انا ليش بلف 360 درجة؟ عشان اخد كل مين الترانزيشنال زون. طبعا هذا الترانزيشنال زون هو عبارة عن اللي هو الزون اللي بيكون فيه الميتابليجيا، وهو الاكثر عرضة انه ايش يتحول الى كانسر.
ممكن اخد عينة من الفاجينا من خلال الفاجينا الاند بتاعت مين؟ بتاعت الاريس سباتولا. الفاجينا الاند اوف اريس سباتولا. طبعا الفاجينا الاند بتاعت الاريس سباتولا هي النهاية اللي هي التخينة، اما النهاية الرفيعة وطويلة هذه هي اللي بستخدمها عشان الاكتو سيرفكس. اما الاندوسيرفيكال راش لو انا عايز اخد من مين؟ من الاندوسيرفكس. طب ايش النتيجة اللي ممكن تطلع معي؟ ممكن يطلع معايا بناين سيلز وخلص اطمن، او ممكن يطلع معي سسبيشس سيل. لو حدث سسبيشس سيلز لازم اعيد الاختبار مرة تانية، تمام؟ اعالج لو في انفكشن اعالجه وبعد كده اعيد الاختبار مرة تانية. او لو في مالجنانت سيل، لو في مالجنانت سيل يبقى انا لازم استخدم اذر سكرينينج تيست لمين؟ للسي اي ان. طب هنا هيقودني لسؤال، هيقول لي وات ار the other tests are used for screening of CIN اللي هو cervical intraepithelial neoplasia. هقول اول حاجه عندي مين؟ الباب سمير. تاني حاجه عندي الفايا تيست، ان انا بستخدم 3 ل 5% اسيتيك اسيد. هشوف لو لقيت لون بينك معناها انه الخلايا بناين وطبيعيه، لو لقيت انه في عندي اسيتو وايت ارياز يعني في مناطق بيضاء يبقى انا هنا عندي مشكله في الدي ان اي ولازم استخدم تيست تاني اللي هو مين؟ الشيلر ايودين تيست. الشيلر ايودين تيست بستخدم ايودين سولوشن وبشوف لو هو لون براون يبقى طبيعي لانه معناها انه في جلايكوجين، لكن لو اللون اصفر معناها انه ما فيش جلايكوجين وبالتالي suspicious of malignancy. suspicious of malignancy انه المالجنان سيلز خلصت على الجلايكوجين الموجود في السيرفيكس. اخر تيست واهم تيست ممكن استخدمه في السكرينينج هو الكالبوسكوب، انه انا بدخل في الكالبوسكوب من خلال لو باور ماجنيفيكيشن حوالي 40 مره بشوف اللي هو كل الترانزيشنال زون كله بقدر اشوفه، وممكن اخد بايوبسي لو انا عايز. لو هو انساتسفاكتوري انه انا الانتاير ترانزيشن زون از نوت فيجوالايز مش قادر اشوفه او لقيت ليجن فيه، ماشي. هذا بالنسبه للي هو السكرينينج تيست اللي انا ممكن استخدمها في اللي هو السي اي ان. بعد كده هيقول لي وات ار ذا ادفانتجز او الديس ادفانتجز اوف اللي هو الاريس سباتولا او الاندوسيرفيكال براش او بشكل عام على الباب سمير. فانا هقول لان هم اللي بستخدمهم في الباب سمير، هقول اول حاجه انه سهل جدا ان استخدمه سيمبل، وتاني حاجه انه هو نون انفيزيف مش بيعمل انفيجن، وتالت حاجه انه بيساعدني ان اشخص بشكل مبكر لو في اي مشكله. الديس ادفانتجز بتاعته ان اول حاجه لانه بيعتمد على السيتولوجي على الخلايا، يشوف هذه الخلايا بناين ولا هذه الخلايا ماجنت، فلازم يكون عندي سبيشاليست، تمام، ويل تريننج سبيشاليست سيتولوجيست متخصص في مين؟ في السيتولوجي. تاني حاجه انه ممكن يعطينا احيانا مش يقدر ما يقدرش يحدد لي المكان كويس، فانه نوت اكوريت في ديتكتنج السايت اوف ليجن. وثالث حاجه ممكن احيانا يعطيني بفولس نيجاتيف ريزلت فولس بوزيتيف ريزلتس لو في انفكشن او لو في بريجننسي. عشان كده قلنا لو هو سسبيشس الخلايا قلنا سسبيشس اوف مالجنسي قلنا بنعطيه علاج للانفكشن في الاول، وبعد ما اعطيه علاج للانفكشن افكر بعد كده اخذ كمان اخذ كمان سمير واشوف هل هي هتحولت لنورمال سيلز بناين سيلز ولا لسه suspicious cells، وبالتالي افكر في malignancy واروح استخدم other tests زي مين؟ زي الشيلر ايودين تيست او الكالبوسكوب. الاله اللي بعدها اللي ممكن تجيني هي هقول له identify، هقول له it's a doyn abdominal retractor. طبعا الدوين abdominal retractor بلاحظ انه فيه له جناحين والنهايتين باتجاه بعض عشان اميزه عن الدوين فاجينال ريتراكتور. طبعا هو متميز عن الدوين فاجينال ريتراكتور اهميه لكن لو في اي مشكله او تعقيد فهو الاتجاهين في نفس الاتجاه، وثاني حاجه الجناحين تعاونه. طبعا استخدامه ان انا بستخدمه عشان امسك البلادر خلال مثلا السيزيريان سيكشن، فانا في خلال السيزيريان سيكشن انا بدي اتجنب ان اجرح البلادر انجري اوف بلادر، فانا بستخدمه عشان اعمل ريتراكشن لمين؟ لا اليورينال بلادر، وبالتالي بتجنب الانجري خلال السيزيريان سيكشن. بعد كده عندي الفاجينال ريتراكتور، عندي نوعين من الفاجينال ريتراكتور اللي هو عندي الدوين فاجينال ريتراكتور النهايتين عكس بعض، ولو في نهايتين باتجاه بعض هسميه فاجينال
ريتراكتور. طبعا انا بستخدمه عشان اعمل ريتراكشن لمين؟ للبوستيريور فاجينال وول، عشان اعمل فيو، او لو انا بعمل اي اوبريشن بيساعدني اني اعملها. هذا بالنسبه لاهم الانسترومنتس اللي ايش في الاوبستريك اند جاينيكولوجي. شكرا.